الآن عايزين نشتغل أول برنامج للجافا على الإكليبس، فبنفتح فايل، نضغط على فايل ظاهر هنا على الشمال، بعدها نجي لنيو، في نيو نمشي لجافا بروجكت، يعني أنا عايز أعمل مشروع حق جافا. هنا بكتب اسم المشروع حقي مثلا ماي بروجكت، ماي بي بي آر جي مثلا، اي اسم انت بتكتبه هنا، وبتخلي الحاجات زي ما هي ديفولت، واعمل فينيش. كده عملت بروجكت فاضي ما فيه حاجة جواه. اول خطوة بعدها لو انا عايز اعمل برنامج في البروجكت، طبعا الجافا كلها عبارة عن كلاسز، فمعناها هعمل كلاس نيو، هعمل فايل وامشي من فايل، في فايل امشي لنيو، من نيو امشي لشنو؟ لكلاس، معناه عايز اعمل اول كلاس في ماي بروجكت. هنا بديني السورس فولدر، انه حيكون الكلاس ده في فولدر ماي بروجكت داخل اس ار سي السورس، وهنا الباكج حيكون عندي باكج اسمه ماي بروجكت، الباكج بيكون فيه عدد من الكلاس عندهم علاقة. هنا بكتب اسم المشروع حقي، خلينا نسميه مثلا تيست 01، وطبعا لانه اول كلاس في حيكون هو الرئيسي، فلازم اخليه يكون بابليك، يعني ما يكون نوع هنا الموديفاير حق الكلاس ده، الكلاس حيكون اسمه شنو؟ اسمه تيست 01، حيكون نوع شنو؟ بابليك. ليه بابليك؟ لانه ده المين. ولازم تاني برضو هنا اختار الميثود اللي حيكون جوا الكلاس ده، اللي هو ده public static void main، جاهز. فاول ما ينشئ كلاس تيست 01 النوع public، حيعمل له جواه ميثود main فيه ال اسم الداله وال public static void main والarguments حقتها. بعد ذلك بعمل finish، كده حينشئ عمل شنو؟ عمل الكلاس اسمه تيست 01، ده الكلاس اسمه هنا public class، لانه انا اخترت اسمه نوعه class، واخترت عملت كليك على public فعملوا لي public، لازم يكون public زي ما ذكرنا في المحاضرة، اول البرنامج الرئيسي لازم يكون public. وبداية الكلاس بتكون هنا، ونهاية الكلاس بتكون وين؟ هنا جواه، لانه عمل تصاعد على المين ميثود، فانشا لي الداله مين، دي الداله اسم الداله الهيدر حقها اللي هي public static void main، لازم تكون public وstatic، void ممكن تكون void او اي نوع تاني. وبداية الدالة هنا ونهاية الدالة هنا، فبلقى البراكتس بتاعت الدالة داخل في الحتة دي. ممكن بعد ده اكتب الاوامر حقتي كلها اللي عايز اعملها في الكلاس، ما اقدر اكتب اوامر هنا خارج الدالة ولا تحت هنا داخل الكلاس، يعني في المكان ده او في المكان ده ما بقدر اكتب اوامر، وانما بكتب الاوامر داخل مين، ومين لان الدالة الرئيسية فهي اللي هتشتغل. طيب لو انا كتبت print، كتبت الامر print قوس وفاصلة منقوطة، ده امر، ده امر فاضي ما بيعمل حاجة، لكن بلاحظ في علامة احمر تحت كلمة print، ليه؟ بيجيني رسالة هنا بيقول لي انه في خطأ في الامر ده، فالبرينت لازم احدد هي وين اصلا كانت. هي موجودة في سيستم دوت اوت دوت برينت، هي كده. الآن لاحظوا العلامة بتروح علامة الخطأ، وداخل هنا بكتب لو أنا عايز أظهر رسالة زي ما هي بستخدم الكوتيشن، مثلا السلام عليكم، السلام عليكم، الكلام ده زي ما هو بيظهر، أي حاجة داخل التنصيص بتظهر زي ما هي، أي حاجة داخل التنصيص بتظهر زي ما هي. الآن لو عملت تيست اللي ران للبرنامج ده، بمشي هنا في ران
واضغط على رن اللي تحتها او كنترول مع F11. الان هذه النتيجة، السلام عليكم، ظهرت تحت. طيب في حاجات نلاحظ نحن الطلاب كانوا اخطأوا فيها، مثلا لو انا البرينت عملت الامر P capital وجيت عملت run هيديني ايرور. بديني ايرور ليه؟ لانه ما في حاجة اسمها print الP capital، لازم الP small. دي واحدة من الاخطاء الناس بيخطأوا فيها. ايضا السيستم بتبدأ ب S capital، لو عملت S small وعملت run برضو بديني ايرور. ما في كلاس، الكلاس اللي داخله برينت او ده او السيستم ده لازم يكون الكابيتال اس كابيتال والباقي سمول، اوت كلها سمول، برينت كلها سمول. لما نعمل برينت انفذ الامر بلاحظ انه لو جيت هنا بلاحظ انه الكيرسر او المؤشر بيكون في نفس السطر، لانه برينت بدون ln. لو عملت ln معناه اطبع الرسالة واعمل لاين جديد، نيو لاين. فالان لو عملت run ده الفرق بين برينت وبرينت لاين. الان الكيرسر وين؟ تحت المؤشر، ملاحظين تحت اسفل السلام عليكم. طيب لو انا عايز اعمل عدد من البرينت عشان انا اكسب الوقت، بظلل، ما بكتب كل مرة اكتب الامر نفسه، بظلل الحتة دي كاملة، كنترول سي، بعمل كوبي واجي اخد الكيرسر بعد السيمي كولوم واعمل انتر، بديني سطر جديد واعمل كنترول في، بعمل بيست وسطر تاني كنترول في، عدد من الاوامر. وبعد ده ما علي الا اغير الحاجة جوا التنصيص هنا، السلام عليكم مثلا ورحمة الله، هو تحت برضو اشيل الكلام ده، بس اغير الحاجة جوا التنصيص وبركة مثلا. لاحظ انا لانه بستخدم ln 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 حتكون السلام عليكم في سطر، دي في سطر، دي في سطر. نشوف نعمل run نتأكد من الكلام ده. لاحظين السلام عليكم في سطر ورحمة الله في سطر وبركاته في سطر. طيب لو انا عايزهم يجوا في سطر واحد، بشيل ال ln من دي، لانه دي الالم في الاولى، بتطبع السلام عليكم وتمشي سطر تحت. الان كده ما هتمشي، هتطبع السلام عليكم، هتظل الكيرسر بعد كلمة السلام عليكم بعد الثلاثة نقط دي هتكون واقفة. ايضا من البرندي بشيل الالم بحذفها، فيبقى برينت الاولى والثانية بدون نيو لاين. الان لو عملت ران المفروض يجوا شنو كلهم، لاحظوا في سطر واحد. ليه؟ لانه البرينت ما فيها ال ان. الان لو انا عايز اشتغل الاساينمنت حقتي، ما علي الا نفس السطر ده، السطور دي اغير محتوى، واحد يكون فيه اسمي، واحد يكون فيه الاندكس، واحد كده. لو عايز اعمل لاينز برضو، عايز اعمل شكل، ممكن اشيل دي كنترول سي، اظلله واعمل كنترول سي، واخدت الكرسر في المكان اللي عايز اعمل بيست، وكنترول في بيعمل بيست. طيب بدل السلام عليكم عايز دي يكون شكل، مثلا عايز يكون خط كده، واعمل الين عشان يكون الخط ده في سطر براو كده في شكل. اعمل رن اشوف النتيجة هتكون شكلها كيف. الان الرن لاحظوا هنا في خط وبعده كلمة السلام عليكم. طيب لو عايز اعمل تحت هنا برضو خط، اشيل نفس الامر ده، اعمل له تظليل عشان ما اكتب كتير، كنترول سي كوبي، وانزل تحت بعد دي اعمل انتر واعمل كنترول في، فبجيني اللاين هنا. الان لو عملت رن هيكون في خط قبل السلام عليكم وخط تحت السلام عليكم. وبعد ذاك ممكن انا انسق ازيد الطول بتاع الخط، مثلا لو عايزه يكون
يغطي المسافة معينة، أو عايز أغير الشكل وأعمل ران تاني، فبلاحظ الأوتبوت حقي هذا ظاهر. أبقى الآن أقدر أشتغل الأسايمنت الأولى بسهولة بالطريقة دي.